السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في أسئلة لمادة الاجتماعيات امتحانات نصف السنة. السؤال الأول ملاحظة، الإجابة على 5 أسئلة فقط، لكل سؤال 20 درجة. السؤال الأول، عرف ما يأتي ب5 فقط، لكل نقطة 4 درجات: المناخ، القطن، السياحة، عكاظ، أثمانين والزوراء. السؤال الثاني، علل ما يأتي ل5 فقط، يحتل موقع العراق أهمية كبيرة بالنسبة لدول العالم. ثانيا، يعد النفط الخام من أهم الثروات الطبيعية في العالم، ويسميه البعض الذهب الأسود. ثلاثة، في كثير من الحالات الغير الطبيعية تقل نسبة الذكور على الأناث. أربعة، زراعة محاصيل الخضروات في غير أوقات زراعتها. 5، كان الاعتماد على شبكة سكك الحديد في نقل المسافرين ونقل الفضائح في العراق كبيرة. 6، قرر مدحت باشا في المجال العسكري الاعتماد على المواطنين العراقيين في تركيبة الجيش بدلا من العنصر الأجنبي. السؤال الثالث، ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية ثم صحح الخطأ إن وجد. يعد البحر الأسود من أكثر البحار تأثيرا في مناخ العراق. تحتل نباتات نطاق السهوب 25% من مساحة العراق. 3، يكثر سقوط الأمطار في فصل الربيع. 4، الأهوار الكبيرة في العراق موزعة على محافظتي واسط والمثنى. 5، اختلال الميزان التجاري في العراق نظرا لقلة الواردات على حساب الصادرات. فرع ب، أرسم خريطة العراق وحدد عليها الأقسام المناخية. السؤال الرابع، املأ الفراغات الآتية بما يناسبها ل5 فقط. يقع العراق في الجزء فراغ من قارة آسيا وفي الجزء فراغ من العالم العربي. ثانيا، تشغل المنطقة المتموجة مساحة تقدر بنحو فراغ، أي نسبة فراغ بالمية من مساحة العراق الكلية. ثالثا، يتركز الكبريت في جنوب الموصل في منطقتي فراغ وفراغ. 4، من الأمثلة على جبال العراق بسيطة الارتفاع فراغ وفراغ. حقق العثمانيون انتصارات حاسمة أدت إلى خضوع البلاد العربية للحكم العثماني قرابة فراغ. احتلت محافظة فراغ المرتبة الأولى في زراعة الرز. السؤال الخامس، فرع ألف، ما الدول التي تحد العراق؟ وما أطول الحدود البرية لهذه الدول؟ وما أطول الحدود البحرية له؟ ثانيا، ما الآثار الإيجابية لنظام الطابو في العراق؟ ب، تتبع بالتفصيل مجرى نهر الفرات من المنبع وحتى سد الهندية. السؤال السادس، أجب عما يأتي بما يناسبها، ما أهمية مشاريع السيطرة والخزن؟ ثانيا، عدد مصافي النفط في العراق واشرح واحدة فقط. 3، هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى تجنب إنتاج النخيل وزراعته في العراق، عدد 5 فقط. لهنا أعزائي الطلبة، هذا نموذج أسئلة امتحانات نصف السنة لمادة الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.